الناس بصحابتي. شو هذا الإنسان هذا اللي يمكن لي أن أتعامل معه كصاحبي؟ فكان الجواب في واقع كانت المرأة يدس عليها يعني لا تحترم نهائيا، فكان الجواب في الحقيقة جوابا عظيما. هيفت الشوك مومنت خريليزيتي دي ساملايفين بهذا الجواب الذي أجاب به النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له: أمك، أمك هي اللي خصك تمشي تصعبها وتبوس لها راسها وتخرج معها وتقبضها في يدها وتكلم معها بالكلام الحلو وتطيب خاطرها وتضحكها وتواسيها. والرجل تعجب: أمي؟ ولكن العقل الإنساني الفطري قال: واخا ماشي مشكل، الأم هي الأولى، فهمنا هذه. ثم سولوا قالوا: ثم أي شكون هذا الآخر؟ أنا بقي عندي صحابي، بقي عندي الناس تندي معهم التجارة زعقلك بارتنرز، بقي عندي الناس اللي خصني نجلس معهم وتنضحك معهم وتنسافر معهم. فقالوا: ثم أي شكون هذا الإنسان هذا الآخر الذي يمكن أن أصاحبه؟ تيتسنى يقول له صاحبك، تيتسنى يقول له زعقلك بارتنر ديالك، داك الإنسان اللي تدير معه التجارة. فأجابه صلى الله عليه وسلم وقال له: أمك، أمك إيه المميمة. وهذا هو اليوم العالمي للمرأة. المرأة ماشي شي حاجة بعيدة، المرأة هي بنتي وبنتك، أمك أمي. قال له: أمك. الله يحسن العوان اللي ما عندوش الميمة، الله يحسن عوانه. الله يحسن عوانه اللي افتقد ذاك الحب اللي هو ما فيهش شي حاجه ديال المجامله ولا النفاق ولا لا، ما كاينش. حيت تقول لك امك تنحبك تتحبك. ابن عباس رضي الله عنه أرضاه، جاءه رجل، جاء عنده واحد الرجل وهو في مجلسه، هو في المجلس ديالو، قالوا: يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطرح عليه مسألته، دار واحد المسألة، واحد الموبقة من الموبقات، دار واحد المشكل كبير. إذا كان حيت نقول لك الله يحسن عوانه اللي ما بقاتش عنده الميمة. قال له بعدما طرح عليه مسألته، قال له: ألي توبة؟ واش عندي واحد توبة ولا ما عنديش؟ سول ابن عباس، قال له: ألك أم؟ قال: واش باقي عندك شي أم؟ عندك شي أم باقي كاينة عندك؟ قال له: لا، انتقلت إلى ربها. قال له: ما بقاتش. فقال له ابن عباس، قال له: وسيستغفر الله وحاول تعبد الله واسأل الله تعالى يغفر لك. جاء أحد التلاميذ ديال ابن عباس سوله، قال له: علاش سولتي له على أمه؟ هو سولك على شي حاجة أخرى وأنت سولتي له على أمه. قال له: والله لم أجد عملا أحب إلى الله جل وعلا من بر الوالدة. قال له: ما كاينش أعمال يمكن الإنسان أن ينال به الدرجات، أن يتقرب به إلى الله، أن يسير به إلى الله، أن يعطى له منزلة في جنة عرضها السماوات والأرض، إلا بغى الوالدة، ديك الميمة، أن تحسن إليها، أن تحسن إليها. إيوا أيها الأحباب، إذا كان الإسلام تكلم على الأم بهذه الطريقة هذه، إذا كان الإسلام تكلم على المرأة بهذه الطريقة هذه، فأي دين وأي نحلة وأي حضارة تستطيع أن تتهم الإسلام بأنها تظلم المرأة؟